اهلا ومرحبا، شخباركم؟ كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ صحه لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. انا الحمد لله، رغم انه داز عليا اسبوع قاسي نوعا ما، عشت واحد الحادثه اللي كانت صعيبه شي شويه، غنشاركها معكم في الفيديو. ولو انني ما كنبغيش نشارك الامور السلبيه او بالاحرى الشخصيه، ولكن غنشاركها معكم باش تاخذوا الحذر اكثر واكثر، كيف ما غنشارك معكم افكار جميله واللي غتساعدكم ان شاء الله، سواء في الديكور في الطبخ او في الاجواء الشتويه. خليكم معايا حتى الاخير. الفلوق هذا اول حاجه بديت فيها من بعد ما فطرت، هو انه مشيت صيبت العجينه ديال لاطارت او العجينه ديال الكاليت اللي فيها 200 غرام ديال الدقيق في 100 غرام ديال الزبده، رملتهم ومن بعد زدت عليهم السكر والملحه، ومن بعد جمعتهم ببيضه ودرتها في الثلاجه. من بعد ما قصحت او شدت راسها شي شويه في الثلاجه، خرجتها وطلقتها وخديت القوالب وقطعتها. دونك هانتوما عقلوا، 200 غرام ديال الدقيق في 100 غرام ديال الزبده، دائما كنديروا نص ديال المقدار ديال الزبده. وهكذا صيبت بحال كعكات اولا دي كاليت صغيورين، وغندخلهم للفران يطيبوا. عرفت واحد اللذه كتجي فيهم، خاصه الا كانت الزبده ديال اللذه. وخليكم معايا حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نزوقهم، وغادي يجيو على شكل مقبلات زويونين، سواء في العراضه او في المناسبات، وسهلين في التحضير. مباشره فاش ساليت مشيت نغسل الماعن، لانه خسرت لي الماكينه ديال الماعن. فبالتالي دخلت يدي في كاس ديال الزاج مهرس وما شفتوش، ودورته في يدي، تحلات لي يدي، مشيت لوبيتال خيطتها، داروا لي الغراز ورجعت الحمد لله اللي جات على قدر هكذا. فهنا غنقول كل وحده كتغسل الماعن ترد بالها، لانه كان الجرح عميق، وبصراحه الخلعه اكثر من اي حاجه. وهنا فين كنحس بالنعمه ديال غسالات الاواني، اللي ما عندهاش تحاول انها تشريها، راه فريمون كتنفع. وغلبوني الماعن، الحمد لله. شوفوا داز واحد الاسبوع اللي كانوا فيه بزاف ديال الحوايج، كيجيو فيه بزاف ديال لي زاكسيدون متابعين مع بعضياتهم، او بالاحرى ان ربي كيحفظنا من بزاف ديال الحوايج، كنقولوا بانه صدقه كتلقى علينا. هنا كيف كتشوفوا صايبت لي بغيوش، هاد بغيوش العجينه ديالهم راه سبق لي شاركتها معكم، كنديرها انا غير بالحليب، كنحاول نتقاتل غير بيد وحده، لانه هاد الاسبوع كيف غتشوفوا دوزتو فقط غير بيد وحده، اليد الثانيه غير كنعاون بها، حتى برات شي شويه عاد بقيت كنعاون بها، يعني كنورك عليها. هنا من بعد ما خمروا دهنت لهم الوجه ديالهم بالصفار ديال البيض، راه فاش كنت عجنتهم في الاول مشيت حتى للمستشفى خيطت يدي وعاد رجعت كملتهم، ما قدرتش نجلس. انا من النوع اللي ما كيعجبنيش نبقى جالسه بزاف، كل ما كنجلس كل ما كنزيد نمرض اكثر واكثر، هادشي علاش قلت ولا بد انني نوض نكمل الشغل ديالي. راه هنا بالنسبه للوجه ديالهم من الفوق شديت طحين وخلطته مع الزبده، وعطاني عجينه مرمله، عرفتي كيجي زوين في المنظر. زوقوا به حتى الكيكه ديالكم، راه كيجي رائع. دابا غادي ندخلهم باش يسخنوا، عفوا باش يطيبوا، ومن بعد غنخرجهم، كيجيو لذادين ورطبين قطنيين. من بعد ما كنخرجوا في الاول كيكونوا شادين راسهم، ولكن من بعد كيجيو يا سلام. من بعد ما وجدت داكشي اللي غنحتاجو في الكوتي، مشيت باش ندير واحد الخطوه مهمه، هو انه نبدل السرير من الجهه. كيف كتشوفوا هنايا فين عندي هاد الريدو، هذا راه تخسر ليا، الشيء اللي كيخلي انه البرد كيدخل لي في الليل، عرفتو كيعطيني نيشه للوجه، فمبقيتش قادره نعس تما، ضروري كان خاصني نبدل الناموسيه. بالنسبه للريدو خسر وتقطعوا فيه هاد الطرف هادو اللي كتشوفوهم هنايا، فقلت لكم راه داز سيمانه كلشي تجمع فيها، كلشي تخسر فيها، الحمد لله كلشي لقى لباس. منين كتجي واحد الوقيته كتجي وكتدوز. فهنا كيف كنشرح لكم، راه مباشره كيجيني البرد من بعد ما حلينا الجهه الفوقانيه، ولا كيدخل البرد بزاف لانه جا المعلم وما عرفش كيفاش يدير، خاصه الشرجم كيعطيني البرد للراس. في الصيف كتجي يعني منظر زوين، وحتى انهم ملي كنعسو تما ما كنحسوش بالبرد،
ولكن دابا صافي لحق الوقت باش انه نردو الاتجاه ديالو ديال الشتاء. هادشي علاش غنقلب كلشي وغنرد بيت النعاس كيف كان في الاول. خليكم معايا وغنشوف، عفوا وغنجيب حتى المعلم باش يصايب لي الريدو باش تعرفوا المشكل منين كيكون. الا كان عندكم مشكل ديال الريدو انا اكيد غيكون عندكم او كتعاني منه دائما. اكثر حاجه نفعتني وساعدتني في هذا التخمال والله القسم ما حسيتش بتماره هو هذا لاسبيراتور. هذا حسن لي الطريقه ديال التخمال لانه كان عندي مشكل بتخسني الناموسيه نفضها. لاسبيراتور اللي كان عندي القديم ما كانش كيسفلي مزيان، ما كانش عندي فيه هاد لوبسيون ديال انه فيه هاد الكريرات الصغيره شوفوا بعدا شنو كيخرج. ما غنقدرش نهضر عليه بزاف ونعطيه حقه لانه كاين بزاف ما نشرح لكم عليه. بصح المره اللي فاتت ما لقيتش الوقت باش نشرح لكم بالديتاي لان كنت يلاه جيت من المستشفى وحطيت لكم المونتاج ديال داك الفيديو، يعني ما كنتش عندي الوقت وكنت حتى انني مدوخه بالبنج. فاليوم عاد غنعطيه حقه وغنشرح لكم بالتفصيل، لا سيما انه توصلت بزاف الاسئله وخاصه كاين الناس اللي ما كيعرفوش صندوق الوصف كيفاش يمشيو يبركوا على الرابط. غنخلي لكم هنا كل المعلومات وغنشرح لكم كل التفاصيل. فهنا شوفوا بعدا كيفاش كينظف بين الفرقه بين الناموسيه والناموسيه، فكيصف داك الخشاش اللي تيكون بين الخياطه ديال الناموسيه والناموسيه. فبصراحه نعمه، اعتقني من بعد ما كان عندي لاسبيراتور مانيوال العادي. علاش قررت باش نعطيكم جميع المعلومات الخاصه بهذا لاسبيراتور. بعدا فين كيتباع؟ كيتباع عند عصام شوبينغ، الماكازان اللي كاين في تطوان. غنخلي لكم نمره التليفون باش تواصلوا معاه. لا مارك سي كالور، دونك هاد لا مارك هادي كاينه اكسكلوزيفمون عند عصام شوبينغ، اكسكلوزيفمون غادي تلقاوه عنده. جو بونس كيخرجوا في ليميتاسيون على حساب ما قال لي، ولكن لوريجينال ديال هاد لاسبيراتور غادي تلقاوه عنده في المحل. الو باش كيتميز هاد لاسبيراتور شنو هما لي زافونتاج اللي جات؟ اول حاجه الموتور ديالو تي اسبيري مزيان. ثاني حاجه فيه دوبل فيلتر، دونك فيه لو فيلتر اللي ديجا تيكون في لاسبيراتور وفيه هاد لو فيلتر هذا. بعدا بالنسبه للثمن ديالو سي 650 درهم، يعني 650 درهم. الو هاد لو دوبل فيلتر هذا اللي هذا الثاني اللي تيتزاد معاه، كاينه واحد كيكون ديجا في لاسبيراتور وهذا هو الثاني. علاش كيديروا؟ لانه لاسبيراتور الاساس ديالها كله ماشي في الموتور، الاساس ديالها كله كاين في لو فيتر اللي كيكون اللي هو اللي كياسبيري مزيان. و الا مشى تخسر لو فيتر سي بون خسرات لاسبيراتور. دونك هادشي علاش كيعطيو الدوبل فيتر باش الى عيا الاخر كنستعملوا هذا. النصيحه اللي غنعطيكم حذاري ثم حذاري انكم تفزقوه بالماء، دونك على حد العلم ديالي انه ما خاصوش يفزق بالماء. هذا من جهه. جهه واحده اخرى، واحد السيده قالت بانه قالت لي عندك مع الحشرات. لا انا ماشي عندي مع الحشرات، بالعكس انا كنكره الحشرات، ولكن كلنا سورتو لي فام كنكرهو الكفار، كنكرهو ما كنحملوش نهزو بيدينا. هادشي علاش داروا هاد لاباغي هادي كتجي سوبليمون مع لاسبيراتور، دونك باش كنهزو بها داك الحشرات باش ما نقيسهمش بيدينا، باش ما نجمعوهمش بكلينكس، باش ما نقيسهمش بصفه نهائيه، او حتى اننا ما نشوفوهمش بصفه نهائيه. دونك هادي خاصه بالنسبه للحشرات. اي كاين معاها هاد لو سيبور ديالها باش كتعلق لاسبيراتور، كتبقى ترونكيل في بلاصه باش بلا ما تطيح، لان الا وقفتوها تقدر تطيح لكم وتهرس لكم. حذاري ردوا بالكم من هاد القضيه هادي. السيده هذه حتى هي سبق لي شاركتها معكم، بزاف منكم اللي عجبتهم حتى هي خديتها من عند عصام شوبينغ.
دونك حديده براتيك، سورتو انها كتعتق مني كنجبدو داك الفراشات ديال الناموسيه وكيكونوا مكمشين وما فينا ما نجبدو الحداده، كتعتق فريمون كتعتق، ولكن خاصها سورتو الحويجات يكونوا خفافين. هنا جاو عندي المعلميه باش يصايبوا ليا الريدو. الريدو شنو المشكل اللي كان فيه؟ وانا داك الصمطه اللي كتشوفوها دابا في الارض تقطعات، او بالاحرى داك وحده من هاد الريدو اللي محطوطين في الارض، هاد الخشبات او هاد البلاستيكات اللي مخشيين تهرسات وتقطعات منها الصمطه، الشيء اللي دا خلاهم انهم يعاودوا صمطه واحده اخرى كيف كتشوفوا، عاودوا ركبوها. دونك هذا هو المشكل ديال اغلبيه ديال الريدويات. هذا بالاضافه لانه هذوك البلاستيكات كاين منهم اللي تهرسوا ما بقاوش صالحين، فبالتالي جابوا لي واحد اخرين ركبوهم، وهكذا ولا الريدو خدام ناضي. من بعد ما حولت بيت النعاس صلحت له البريكولات اللي كانوا فيه، دونك عندي بريكولات حتى في البالكون خاصني نصلحهم، منهم هاد البلونت ديكوراتيف حتى هي كانت طاحت لي فلصقت عليها، غير هذه فكره نعطيها لكم، غير الجلده ديال البوطه اللي كنديروها في البوطه، داك الجوان هو اللي لصقته ودخلت فيه مسمار وهكذا علقتها، لانه ما بغيتش نثقبها بالمسمار، خاصه انه حتى الحيط درت له غير واحد البياس لصقتها في الحيط، ما حفرت ما والو، وهكذا قديتها. دونك هذا هو البريكول اللي كان عندي من بين البريكولات اللي كانوا عندي في البالكون، خاصه ان البالكون دغيا تيتغبر، فانا حريصه على انه دائما نحاول نفضو، دائما كنحاول نحيد منه الغبره، ولكن كيف قلت لكم هذه المره سهل عليا الامر مع لاسبيغاتور.
من بعد فاش كنظف البالكون كنحس بالراحه، وعاد كنحس بانه يستحق انني ننشر فيه الحوايج، فبالتالي خرجت الحوايج نشرتهم. ولكن الشتا قالت لي عليك كنقلب حتى كملته ونقيته ومسحته، عاد طاحت شتي، ولكن الحمد لله عليها نعمه. الله يجعلها دائما تطيح والله يسقينا يا ربي. ما ساليت الشقه، دابا عاد غنكمل الكوتي اللي بديت. دونك هنا عندي اطرو ديال الحليب، درت فيه 3 المعالق كبار ديال المايزينا، خلطتهم مزيان. الحليب خاصو يكون بارد باش كتخلط معاه المايزينا، بالتالي زدت عليهم كاس ديال الماء كيف كتشوفوا صغير وخلطت مزيان. من الاحسن يكونوا كاس الماء بارد. ومن بعد زدت الشوكولات الابيض، هنا زدت تقريبا ما يعادل 100 غرام. دونك المره اللي فاتت كندرت الشوكولات الاسود، دابا غادي ندير ديسير بالشوكولات الابيض. كيجي بحال تشيز كيك، كيجي بحال ديسير. هاد المره درته بالصابلي ديال درهم، جا زوين ولذيذ. من بعد ما درت الخليط لتحت ديال الحليب والمايزينا والشوكولات والماء، ممكن تزيدوا الزبده، ممكن تستغناو عليها الا بغيتوها يجيكم اقتصادي. ومن بعد كتصفوا البسكوي ديال الصابلي ديال درهم، عاوتاني كديروا طبقه واحده اخرى ديال الخليط، عاوتاني كديروا بسكوي، عاوتاني كديروا. انا البسكوي تقريبا احتاجيت واحد 8 ديال الباكيات ديال البسكوي، ديال 800 ديال الدراهم. وهكذا كتجي كتحصلوا عفوا على ديسير تيحمق، تيجي بحال بحال تيراميزو، اما بحال تشيز كيك حتى هو كيجي تقريبا بنفس المذاق، غير الوجه الفوقاني ممكن انكم تفنوا فيه كيف ما بغيتوا. انا زوقته بالبيستاج، غنوريكم كيفاش. العجينه ديال الصابلي اللي صيبت، يعني تصيبت بها هاد لي كاليتي اللي عقلتو باش دخلتهم الفران، درت لهم نفس الخليط اللي درتو في الديسير اللي صيبت بالبسكويت، وزوقتهم من الفوق بلي فخوي اللي كانوا عندي الكيوي والرمان، وبالتالي زوقتهم بهكذا بوريضات صغيورين. هادوك خاصين بالنسبه للسواق ديال الاكل، كيجيو في شلاضه، كيجيو في لي طارت، كيجيو زوينين، كيعطيو حتى منظر وكيفتحوا الشهيه الماكله. هنا البربه شديتها ودرت بها العصير، لا غوسيت اللي كنشاركها معكم دائما. البربه هنا تحت على واحد الطريقه وراتها لي الوالده، وانه كتنقيوها كتقطعوها وكتسلقوها، هذاك الماء هو نيت كتحتفظوا به معاها، فبالتالي كتجبدوها كتلقاوها ناضيه. هنا خلطت معاها شويه ديال البنان وزدت معاها شي شويه ديال الفاني باش عطاتني واحد النكهه زوينه، ممكن انكم تزيدوا معاها دانون. وهذوك لي بيتي طارت ولا لي ميني طارت ولا لي ميني غاليت اللي بقاو صغيورين، هادو غندهنهم باللوتوس، دونك البسكوي لوتوس راه كاين كيتباع، فكيجيو لذادين. الاخرين درت فيهم هذاك الخليط، وهادو دهنتهم بالبسكوي لوتوس، ممكن انكم ديروا لهم حتى الشوكولات، فالوليدات كيعجبوهم بزاف. دونك انا درتهم والباقي داوه معاهم في الكوتي، وعاوتاني فطرنا بهم، كيجيو لذادين سورتو فاش كيكونوا عندكم الضياف. باش نصوب الوجه او نزوق الوجه ديال ديسير اللي صيبت، دونك هنا نفس الخليط زدت عليه انايا العقده ديال البيستاش، كتباع عند الهري اولا دوك اللي كيبيعوا الحلوى غادي تلقاوها عندهم. خلطتها مزيان، عطاتني اللون والنكهه ديال البيستاش، درتها من الفوق، صففت شي شويه ديال البنان ورشيت اللوز ايفيلي، وجا لذيذ الديسير. طبعا من بعد ما خليته في الثلاجه جوج ديال الساعات عاد قدمته.
هاد الجلسة عندي لابد منها مرة في الأسبوع اللي هي السبت والحد، كنجمع العائلة اللي متبعيني كلكم راكم عارفين هاد القضية هادي. كنفضل أنه مثلا إلى خرجت غنخسر الفلوس في الكافي ريستورون، اللهم كنكون نصوب الشهيوات ونعرف راسي شنو كليت، فما فيها باس أنه مرة عاد نخرجوا، ولكن إلا بقينا كل سبت وحد كنخرجوا ما غتكونش داك اللمة ديال العائلة. هادشي علاش دائما كنفكر أنني نبتكر الشهيوات اللي تعجبوني ونشري شي حاجات نصيبهم هكذا في الدار، يكونوا صنع منزلي. كي شفتوا هنا كاين الشكلاط، شوية العصير، شوية ديال الحلاوة، ومن بعد درنا عاوتاني المملحات ودرنا سهرة عائلية. خليتكم على خير، نتمنى هاد الفلوغ هذا يكون عجبكم. ما تنسوش تخليوا لي تعليق زوينين ديالكم، اللي عجبتكم الفيديو بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. الى اللقاء.